بيت لحم، ينضم إلينا مراسل الجد رائد الشريف. يعني رائد، لو تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الوقفة الاحتجاجية وأهم مطالب المحتجين. سهى، مساء الخير. في هذه اللحظات نستطيع القول ان الوقفة الاحتجاجية بدأت من قبل طبعا عدد من المواطنين الفلسطينيين، وتحديدا كذلك سائقي التكاسي العمومية في بلدة طقوع جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك احتجاجا على اغلاق مداخل القرية الغربية والشمالية. على بعد حوالي 500 متر من الان، المدخل الشمالي لبلدة طقوع وهو مغلق من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بحجة ان الفتية الفلسطينية يرشقون جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك سيارات المستوطنين المتطرفين بالحجارة، وهذه حجج واهية طبعا تستخدمها قوات الاحتلال وتقوم بمعاملة طبعا الفلسطينيين، وهذا يندرج تحت إطار سياسة العقاب الجماعي التي طبعا تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين. العشرات من المواطنين بدأوا بالتجمع في هذه اللحظات. قبل عدة أيام كان عدد من الفلسطينيين يعني تجمعوا في هذا المكان، وبدأت قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الغازية والصوتية باتجاههم، لأنهم قاموا بإغلاق الشارع الرئيسي الذي يربط تقريبا الخليل بمدينة بيت لحم. لكن الوقفة بدأت قبل قليل، وحتى هذه اللحظة لم تحدث أي يعني مواجهات ما بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن نستطيع القول بأنه في هناك تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة وعشرات الجنود في مناطق مختلفة قريبة من المدخل الشمالي وكذلك من قرية طقوع جنوب مدينة بيت لحم. وربما الصورة أمامكم الآن ترون عدد جنود الاحتلال بالإضافة إلى جبات عسكرية إسرائيلية في المكان. نعم، يعني صورة واضحة تماما من بيت لحم. رائد الشريف مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.